السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة محجوبة أم فاروق. هذا خبز عادي عجنته غير ب ديك الشعير وديك القمح فوالا، وقرصتو بالنخالة. شوفوا كيفاش داير ما شاء الله. وهذا درتو بزرارة فيه لداخل الماء معجينة، غير فيه هاد الزرارع لداخل وشوية القرقاع، وعلى برا قرصتو بزرارع. هذا هو الخبز ديال الخميره البلديه، وهذا حتى هو ديال الخميره البلديه اللي قرصتو بالنخاله. ولا فارين كومبلي.